حلقة جديدة من بعد الحدث، أهلا بكم. مع اقتراب الهدنة في بلادنا من دخول شهرها السادس، أعلن المبعوث الأممي هانز غرونبيرغ عن سعيه إلى تحسين الهدنة عبر توسيعها، حيث يتصدر ذلك صرف رواتب الموظفين وإنهاء الحصار عن تعز وفتح الطرقات وربما جعل الهدنة مستمرة. وأيضا مع وجود السعي الأممي والدعم الأمريكي والإقليمي للمبعوث الأممي لانتزاع موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين على المقترح الخاص بتوسيع الهدنة، إلا أن التعقيدات التي تحف هذه المساعي لا تزال قائمة، لا سيما فيما يتعلق بعدم الثقة في نيات الحوثيين، بالنظر إلى أنهم رفضوا حتى الآن كل المقترحات لتخفيف الحصار عن تعز وفتح كل الطرقات رغم كل البدائل التي طرحها غرونبيرغ ومكتبه. إذن يواجه المبعوث الأممي هانز غرونبيرغ تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية، ففي ظل هذا الواقع ما فرص تمديد الهدنة في ظل التعنت الحوثي؟ وهل من الممكن أن تكون هدنة دائمة؟ وهل ستفضي أصلا إلى سلام دائم؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوف مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من بعد الحدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وسينضم إلي عبر سكايب المحلل السياسي الأستاذ فؤاد عامر. أهلا وسهلا بك فؤاد. مرحبا بك وبالمشاهدين. نتحدث اليوم عن الهدنة التي ربما على وشك تدخل شهرها السادس على التوالي وسط ضغوط أممية ودولية بأن يتم تمديد هذه الهدنة، وربما أن تكون هذه الهدنة بشكل مستمر ودائم. الواقع الميداني والواقع على الأرض والمعطيات الحالية، هل هي مهيئة لهدنة دائمة؟ وعلى أي أساس يمكن أن تكون هذه الهدنة في ظل التعنت الحوثي خصوصا؟ نعم، الواقع الميداني هو في صالح الجماعة الحوثية لأنها تحقق تقدمات ميدانية مستمرة في ظل خيار يمكن أن نقول حتمي اتخذه المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بعدم المضي قدما في مواجهة الحوثي نظرا لوجود تحفظات إقليمية ودولية خصوصا في الوقت الحالي. لكن إذا كان الواقع في اتجاه الحوثي فإن الواقع الدولي والإقليمي هو في اتجاه تخفيف التوتر في الملف اليمني في ظل ما نجده الآن من توتر عالمي خصوصا مع انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات تايوان مع الصين والمواجهة مع روسيا في أوكرانيا. العالم الغربي إجمالا لا يوجد لديه نية في أن يخوض، يريد فقط تبريد كل الملفات الساخنة في أماكن أخرى في العالم لحين الانتهاء. هناك أزمات اقتصادية شديدة، أزمة الطاقة في أوروبا مع دخول الشتاء القادم، هناك أزمة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والتوتر مع الصين ومع روسيا. هناك نية للفاعلين الدوليين عفوا في تخفيف التوترات والملفات الساخنة في أماكن أخرى من العالم، مثلا الملف النووي هناك يعني كان الذي يتجه نحو الانغلاق والانسداد، هناك يعني بعض الإشارات مصحوبة بنية دولية في التخفف والتخلص من هذا الملف النووي عن دور الوصول إلى اتفاقية نووية. تقوم إيران الآن برفع سقف مطالبها في ظل استعداد وجود بيئة دولية بشكل انتهازي لكي تحقق مكاسب بحكم العالم الآن يريد تخفيف هذا الملف، يريد طاقة، يريد بث المزيد يعني كثير من تدفقات البترول القادمة من إيران أو من والغاز باتجاه الدول الأوروبية. كل هذه العوامل تحاول إيران أن تلعب عليها وترفع سقف مطالبها. نفس الشيء جماعة الحوثي الآن تحاول أن تستغل هذه الفرصة لكي تحقق مطالب أكثر، لكي تحقق ترفع سقف مطالبها، تقوم بإلقاء عبء
حبل إدارة شؤونها التي هي من واجباتها من رواتب من وضع اقتصادي في المناطق التي تحت سيطرتها، تريد أن تنقلها إلى وترميها إلى عبء المجتمع الدولي أو عبء الحكومة الشرعية يعني أو متمثلة بالمجلس الانتقالي. إذا الواقع على الأرض هو في مواتاة الجماعة الحوثية، لكن الواقع الدولي يحاول أن يضغط في هذا الاتجاه، ولهذا السبب كانت هنا زيارة بلينكين. بلينكين لا يريد، هناك كانت بعض الإشارات من حياد الدول الخليجية في الملف الصيني والملف الروسي في إطار المواجهة مع أمريكا والدول الأوروبية. وجوده الآن هو يعني يكون بحيث يكون قريب من هذه الملف، ولا يريدون إزعاجات كثيرة من ملفات أخرى وخصوصا في الملف اليمني. الملف اليمني منذ أن جاء بايدن حاول أن يقوم، ممكن أن نستخدم كلمة مزايدة، يعني أنه يزايد في الملف اليمني أنه سيكون سيتم حل الأزمة اليمنية حين يوصل، لكن عمليا لم يحصل أي شيء. قام برفع اسم الحوثي من قائمة الإرهاب دون أن يكون هنا تحقق، دون أن تحقق كثير من الضغط على الجماعة الحوثية على الأرض. لم يحصل، الضغوطات التي حاولوا أن يمارسوها ضد الجماعة الحوثية لم تفلح في شيء. وبالتالي فاللي حصل الآن هو أنه يحاولوا يقبلوا ذلك، كان تصريحه بأنه بعدم رفع سقف المطالب، بمعنى أنه حاولوا تستسلموا، حاولوا أنكم يعني ما يكونش في صداع دائم من الملف اليمني قادم في هذا الوقت بالذات الذي يعني تحاول فيها أمريكا التركيز على ملفات أخرى دولية. الكثير في هذه الجزئية تحديدا يعني كان كثير يقولون أنه المجتمع الدولي بما فيهم أمريكا أيضا لم يفهموا طبيعة المعركة في بلادنا، وربما يتم التعامل معها بانتهازية كما تحدثت. الآن بعد مرور 8 سنوات على هذه الحرب، هل يمكن أن نقول أن هناك أصبح وعي لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بحقيقة المعركة، وأننا نتعامل مع ميليشيات سلالية لا تعرف إلا لغة السلاح والسلاح فقط؟ لا، ليس هناك، لأنه المجتمع الدولي حين يتعامل مع الملف يعني يتعامل مع الواقع على الأرض، ويتعامل أيضا أنه لو قلنا نضرب كذا مجازا، نضرب مثلا بما يجري مثلا في أوكرانيا، العالم مثلا الدول الغربية وقفت مع المقاومة الأوكرانية، مع الدولة الأوكرانية قامت بدعمها بالسلاح، هناك هيكل دولة، هناك الشعب كله واقف وراء حكومته في إطار معركته مثلا ضد روسيا، وبالتالي كان هناك دعم غير محدود حتى الآن، حتى اللحظة. المؤسسة تبنى من جديد، الجيش يبنى من جديد، كان بضعة آلاف الآن مليون مجند، بالتالي هناك تحقيق اختراقات. هذه الحالة غير موجودة في اليمن، بمعنى أن اليمن حالة متجضية. اليمن حتى المعسكر الشرعي فيها غير موجود يعني بشكل موحد، لا يمكن أن نطلق على الحكومة الشرعية. نعم هي نظريا حكومة شرعية أو مجلس رئاسي شرعي، لكن هناك اختلالات في موضوع الشرعية. هناك قوة موجودة في الساحل، قوة موجودة في تعز في مأرب، قوة موجودة في داخل حضرموت في داخل عدن، وبالتالي لا يوجد توحيد قرار. فكرة الدولة، يعني إحنا الآن نبحث عن الدولة، يعني الآن نحن مرحلة ما قبل الدولة، لا نصل. هو تم تأسيس مجلس رئاسي، ولو قاطعتك فؤاد، والهدف المجلس الرئاسي هو توحيد جميع هذه القوى. المجلس الرئاسي من خلال تصريحه الأولي هو يعني كمن يكون أعلن الراية البيضاء، بمعنى إنه قال إنه سيحاول المضي في عملية السلام بدون أن يكون هناك خيارات موازية. إذا ما فيش خيارات موازية، الطبيعة تكره الفرق، سيملأها الحوثي، يعني سيملأها الحوثي بالتقدم، الحوثي سيتم التقدم. وبالتالي كان أعتقد أنه التصريح الذي قامت فيه الحكومة في بداية تصرف المجلس الرئاسي الزمام السلطة بالإعلان بهكذا بشكل على بياض أنه سنمضي في مسألة العملية السلمية، دون كانت هي محاولة للتجاوب مع المجتمع الدولي، لكن لم يكن هناك أيضا خيارات على الأرض. الخيارات على الأرض غير موجودة، بمعنى أنه الآن هل هناك إعداد لقوة للجيش لاستخبارات المؤسسات الأساسية؟ أنت الآن إذا حال المجتمع الدولي مشغول، بالعكس إذا كان من قبل وقف بالتقرير الحديدة، يمكن الآن بحكم المجتمع الدولي إذا كانت توحدت القوى اليمنية يمكن أن تحقق اختراقات في مسألة تحرير يعني تحرير المسألة اليمنية من قبضة الحوثي والتقدم، لأنه العالم مشغول، القوى الكبرى كلها الآن مشغولة. وبالتالي لكن هذا يبقى افتراض، لأنه حالة على الواقع حالة مشتتة. الشيء الآخر يمكن أن نبني على هذا السيناريو وعلى هذا الانشغال الدولي بملفات أخرى، يمكن أن نبني عليها هذه المسائل المتعلقة بمسائل بناء الدولة، بناء وحدات أمنية، بناء استخبارات، بناء جيش، لأنه هذا هو أصلا ما ينقصنا في الدرجة الأساسية. الشيء الآخر أنه على المستوى الاقتصادي، بمعنى أنه
بدل ما نظل في حالة التسول الدائم للمجتمع الدولي من دول الخليج، يمكن تحقيق اختراق، يمكن للحكومة الآن المجلس الرئاسي أن يقوم بالتفاوض مع دول الإقليم من أجل السماح بتصدير الغاز من في إطار مشروع بالحفل، لأنه الآن يعني أنا أعيش في هذا البلد في فرنسا، في أوروبا أعرف حجم، يعني الشتاء قادم، يعني الشتاء قادم بالنسبة لهم، هناك تخوف كبير من أزمة الطاقة الموجودة في أوروبا. يمكن وهو الدعم، تقريبا هناك يمكن التسهيل. عمل كثيف في هذا الموضوع، وربما شركة شيل الفرنسية متواجدة حاليا وبصدد تمام أنه إعادة ميناء بالحافلة العمل مرة أخرى. نعم، يجب التجاوب، يجب التجاوب والإسراع، لأنه هذه فرصة، من قبل هذه الفرصة لم تكن موجودة، الآن لدينا فرصة ذهبية أنه يكون لدينا رافد دائم لخزينة الدولة من خارج الإطار المساعدات الدولية، من خارج إطار الإيرادات التي يعني تحت قبضة جماعة الحوثي، ستكون بداية لتأسيس، لتمويل بناء مؤسسة الدولة. إذا كانت هناك إرادة صادقة، لم يكن هناك فساد، إذا كانت ملحوقة بمساءلة، بناء المؤسسة القضائية، المؤسسة المساءلة، وهذا يعتمد على إرادة سياسية. إرادة سياسية هي إرادة جميع الأطراف الموجودة الآن في داخل عدن وفي بقية المناطق الخارجة عن أزمة الحوثي. إذن إذا لم يكن، إذا كان مستحيل الآن في الوقت الحالي تحديد اختراق، لأنه الآن في كثير من الدول الآن في الوقت الحالي تعيد ترتيب أوضاعها الداخلية بحكم انشغال أمريكا، من انشغال الدول الكبرى، ما عندهمش وقت يلتفتوا لهذه الملفات. إذا هذا هو وقت مثالي للتقدم على الأرض. لكن بما أنه ما فيش حتى الآن عندك جيش وطني، ما فيش عندك توحيد إرادة سياسية، يمكن الانتقال إلى تحقيق اختراقات في المعارك الصغيرة في داخل اليمن، بمعنى بناء هذه المستوطنة كما ذكرنا، تحقيق اختراق في موضوع مسألة بالحاف، والتفاوض مع بين الإمارات والسعودية، محاولة تأمين، البحث أيضا مع شركة توتر مع الطرف الفرنسي في إمكانية تأمين خارجي أيضا بحكم الأوضاع الحالية لمسألة لمنشأة بالحاف والتصدير إلى الخارج تأمينه، لأنه هي مصلحة للجميع، مصلحة للدول الأوروبية أنها الآن، ولفرنسا باعتبارها هي المساهم الأكبر في مشروع توتال، هي تريد، يبحثون الآن عن المتر المكعب الواحد، عن القدم المكعب الواحد، لتجنب كارثة الطاقة في الشتاء، لصالح أيضا السعودية والإمارات، بحيث أنه تخف دائما المتطلبات والانتقادات الدولية بحكم الوضع الإنساني في اليمن، الذي بحكم المنظمات الدولية التي تلقي عبء كبير على السعودية وعلى دول الخليج بحكم هذا الوضع، وأيضا تخفيف لنا، تخفيف لليمن، بحيث يكون عندك مصدر دخل دائم تقوم فيه بمواجهة احتياجات إدارة الدولة وإدارة الخدمات كحد أدنى. المشكلة الآن إنه مشكلة الحكومة اليمنية منذ بدء المعركة إنه ما استطاعتش أن تقدم بديل جاذب للمجتمع الدولي وللداخل أيضا للمواطنين أفضل من الموجود لجماعة الحوثي، سواء على المستوى الأمني، سواء على المستوى الاقتصادي، سواء على المستوى، الناس بحاجة إلى أمن، الناس بحاجة إلى مصدر عيش، بحاجة إلى التحرك للتنفس. ربما مقارنة بالسابق قد يكون الوضع حاليا أفضل من السابق، لكن دعني أسألك في جزئية أخرى، وهي نحن الآن ربما على وشك ندخل الشهر السادس على التوالي من هذه الهدنة الأممية، ونرى هناك إن صح التعبير استماتة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل المبعوث الأممي في تمديد هذه الهدنة، وربما جعلها مستمرة رغم إدراكنا ومشاهدتنا أن هناك تعنت من قبل الميليشيات الحوثي وخرق للهدن، وأيضا عدم فتح الطرقات مثلا في مدينة تعز وكثير من التفاصيل التي تم التوافق عليها. كيف ممكن أن تستمر الهدنة ويطالب المجتمع الدولي بهذه الهدنة ويستميت في مطالبة المجتمع الدولي، يستميت في طلب هذه الهدنة في ظل الواقع هذا؟ كيف يمكن أن تستمر هذه الهدنة في ظل هذه المعطيات؟ شوف، المجتمع الدولي هو الآن يبحث عن هدنة، طبعا سقف خطابه أقل، يعني كان من قبل بعد مفاوضات الكويت وجنيف قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، المفاوضات التي كانت للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الحرب. الآن خفت هذه المطالب، الآن يبحثوا فقط، أصبحت تحولت المسألة اليمنية من مسألة سياسية، من مسألة انقلاب، من مسألة إعادة الحكومة إلى صنعاء، خفت، أصبحت الآن تدور فقط في الفلك الإنساني، بمعنى ما أصبحتش في المسألة السياسية اللي هي جوهر الخلاف اللي داخل اليمن وسبب الحرب، أصبحت مسألة إنسانية، بمعنى التخفيف من الكوارث الإنسانية إلى أبعد قدر، إلى أدنى قدر ممكن، بمعنى أنه يكون في فتح المعابر، فتح المنافذ، مطار صنعاء، معابر تعز، تدفق المساعدات الإنسانية. هذا هو المستوى الآن الذي يحاول المجتمع الدولي أن
يعني اقصى طموحاته في المرحله الحاليه على المدى القريب والمتوسط. لا نعرف ماذا يعني على المدى البعيد كيف ما هي تصوراتهم، لكن هذا هو اللي في جزئية تصوراتهم، ما الذي نحتاجه نحن كيمنيين لنفهم تصورات المجتمع الدولي؟ ما الذي نحتاجه نحن كيمنيين لنفهم الميزان، ميزان الأمم المتحدة، مجلس الأمن، ميزان المؤسسات الدولية بشكل عام، وإيصال حقيقة الوضع في بلادنا لهم؟ المجتمع الدولي هو حين هو يتعامل بحسب الموجود، بحسب ما يأتي من اليمن، بحسب الواقع الموجود. إذا لم يحصل تغيرات، إذا لم يحصل إرادة سياسية، إذا لم يحصل لم شمل بين جميع القوى الوطنية، إذا لم تكن هناك مفهوم الدولة، الدولة بمعنى إنه الدولة بمفهومها الحديث، الدولة هي التي تحتكر العنف، الدولة هي التي تحتكر السلاح، الدولة هي التي لديها مؤسسات برلمانية، الدولة التي لديها يعني ينعقد البرلمان في داخل عدن، عندما تكون هناك جيش موحد إدارته في داخل عدن أو في داخل حضرموت أي مكان، عندما تكون يتعامل المجتمع الدولي مع وحدة واحدة ويدرك أن هناك قيادة موحدة وأحزاب ونخب وشعب كامل وراء هذه القيادة، سيتغير، سيتكيف بحسب المعطى الموجود أمامه. لكن هو المجتمع الدولي أن يتعامل مع اليمن، مع لو قلنا الجناح الذي نسميه الشرعي، هو حالة متصدية. يعني هناك بوادر انفصالية، مثلا مطالب انفصالية عالية في داخل الجنوب، هناك بوادر يعني هناك استماتة للقوى التي تسيطر على مأرب وتعز، هناك في الساحل قوى أخرى موازية، مع من يتعامل المجتمع الدولي؟ وبالتالي هو يقول يعني المجتمع الدولي ينظر إلى أنه يعني المسألة معقدة، وإذا كانت معقدة لن نحل، هو المجتمع الدولي لن يحل نفسه محل اليمنيين، ولن يأتي يفرض إرادته بالجيش بالقوة، يقول يعني يتخلص من الحوثي ويقول لكم تعال اجلس هنا. هل يمكن انه استنفذنا طوال 8 سنوات جميع الأوراق التي كان بالإمكان نقدمها للمجتمع الدولي لشرح حقيقة الواقع في بلادنا، أم أن هناك لا زال لدينا، ما الذي لا زال لدينا أن نقدمه للعالم والمجتمع الدولي؟ هو الحياة دائما تعطيك بفرص أخرى، يعني لا يفقد الأمل. يعني مثلا حتى الآن المجلس الرئاسي أعطانا فرصة، هو كان في فقدان أمل كامل لأنه خيبنا أمل المجتمع الدولي بأنه اليمنيين متفرقين، اليمنيين ما قدروش يعطوا بديل جاذب كما قلنا في المناطق المحررة أكثر من المناطق التي هي تحت سيطرة الحوثي، وبالتالي الآن يمكن أن ننشغل الآن في المعارك الصغيرة، في الملفات الصغيرة. إذا كنا بمعنى المجلس الرئاسي لازم أن يقول الآن يقود عملية كما ذكرنا الآن، عملية يعني زيادة الأصول المالية والاقتصادية للدولة عبر مشروع بالحرام، يجب أن يتبنى مشروع نموذج تنموي يقوم على أساس البناء الهرمي من أسفل إلى أعلى الهرم، بمعنى أنه يتم تنظيم المحافظات، يتم تنظيم المديرية بحيث يكون في عملية تنموية بالتعاون مع المنظمات المانحة الدولية، مع منظمة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء، ليس فقط توزيع الغذاء وإنما بناء مشاريع محلية من يعني يكون في تنمية تنبع من الأسفل إلى الأعلى. هذا هو النموذج. يعني إذا استطعت أن تنظم المديريات، إذا استطعت أن تنظم المحافظات، استطعت أن تنظم أقاليم، بعدين المعركة النهائية ستكون أسهل، سيكون هناك تقاليد، ستكون هناك يعني قد حققت منجزات على مستوى الأرض. والمجتمع الدولي الذي يتابع نشاط المنظمات يجد أنها في السنوات الأخيرة بدأت تميل إلى هذا الشيء، بمعنى أنه يدعموا مواطنين في مشاريع، لأنه إذا دعمت هذا المشروع، إذا دعمت هذا الشخص بيولد أفراد بيشتغلوا مزرعة، مصنع، ورشة، هذه هي النماذج في الوقت الحالي، هذا هو المتاح. هناك هامش كبير للمجلس الرئاسي أن يشتغل فيه على المستوى العام، على المستوى الوطني، على المستوى الكلي، الاقتصاد الكلي، مثلا مشروع بلحاف، على مستوى عدن بناء المؤسسات الدولة، المؤسسات الأمنية، وعلى المستوى التنموي كما ذكرنا أنه التركيز على هذه المعارك الصغيرة، على الإنجازات الصغيرة على مستوى المديريات. يعني انسوا الآن مسألة صنعاء، مسألة صنعاء اتركوها، لو المسألة حلت في بقية المناطق أصبحت هناك إرادة في 5 الأقاليم المتروكة، يعني اللي هي أو 4 الأقاليم اللي هي مع الحكومة الشرعية، مسألة الحوثي ستكون مسألة يعني مش صعبة فيما بعد. اخلق نموذجك الآن، ابني الأقاليم حقك، ابني المديريات، اعمل نموذج تنموي بالتعاون مع المنظمات الدولية، عندهم استعداد كبير أنهم يدعموا طرقات في كل المديريات، أعتقد موجود في داخل إب، في داخل تعز، في كل المديريات دعموا مشاريع. نعم فؤاد، أختم معك بهذا السؤال، بهذه الجزئية، وهي يعني هل يعني من خلال المعطيات على الأرض، هل ممكن بطريقة
أو بأخرى أن تنجح هذه الهدنة؟ وما هي الطريقة أو الوسيلة التي يمكن أن يتنازل من خلالها الحوثي ويرضى بالهدنة؟ لا يوجد غير طريقتين. الطريقة الأولى هي التفاهمات التي موجودة الإقليمية والدولية الآن، وهي مربوطة بالملف الإيراني، وهناك بوادر انفتاح بحكم أنه يعني على مستوى الملف النووي التقارب في بعض وجهات النظر، وإن كانت إيران تعقد الموضوع برفع سقف مطالبها، لكن هناك إشارات. الإمارات أعادت سفيرها الخارجية الإيرانية قبل يومين، عملت تصريح أنه بالإمكان التعاون مع السعودية في ملفات كثيرة في الشرق الأوسط. هذه هي بوادر معلومة، وهذه التفاهمات يمكن الوصول الى تمديد الهدنه، وهي ليست مطلب كبير يعني في المجمل. والاليه الثانيه هي تحقيق اختراق العلاقه. الحوثي لا يفهم الا لغه القوه. الحوثي مشروع طائفي عنصري سلالي هاشمي، لا يمكن ان يعني ان يتماشى مع مصلحه اليمنيين الا بالقوه، وهذه القوه اذا جاءت من الارض عن طريق تحقق اختراق امني وعسكري في الداخل، او عن طريق الضغط والتفاهمات مع اسياده في طهران، لا يوجد طرق أخرى. نعم، فؤاد عامر الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أعود لكم مشاهدينا الكرام، نذكر بموضوعنا لهذا الأسبوع، وهو عن فرص الهدنة الأممية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية. نحن يعني قاربت الهدنة لما يقارب 6 أشهر من هذه الهدنة، على سريان هذه الهدنة، وهناك قد أعلن المبعوث الأممي إلى بلادنا هانز جرونبرغ سعيه إلى تحسين هذه الهدنة عبر توسيعها، وذلك بصرف رواتب الموظفين وإنهاء الحصار في تعز، وأيضا فتح الطرقات في محافظة تعز. مع وجود هذا السعي الأممي، هناك حالة مشاهدينا الكرام لا تخفى عليكم من حالة عدم الثقة، خصوصا في ظل تعنت الحوثي الملموس خلال الفترات الماضية. للاستفاضة أكثر حول هذه الجزئية سينضم إلي الأستاذ نبيل الفقيه الناشط الإعلامي. أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. على الجمهور الكريم. نعم، نتحدث اليوم عن الهدنة وفرص السلام مع الميليشيات الحوثية في ظل الخروقات المستمرة، وفي ظل التعنت الحوثي، وفي ظل عدم التزام الميليشيات الحوثية بالتوافقات السياسية التي رعاها المبعوث الأممي. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني هل من الممكن أن تكون هناك هدنة أممية في ظل كل هذه المعطيات؟ نسأل أنفسنا ونفتش في إرشيف الحوثي من 2004، دعونا من قبل وماضي وأجداده وغيره، أنهم لا عهد لهم ولا ذمة. من 2004 عندما بدأ الحرب على النظام السابق وإلى دخول عمران وصنعاء واجتياح البلد، ومن 2014 والحرب الدائرة واتفاق الكويت واتفاق جنيف، وكذلك كل الاتفاقات التي حصلت مع الحوثي، ماذا نفذ الحوثي من هذا كل؟ هل تم يوم أن سمعنا أن الحوثي نفذ اتفاق برعاية أممية أو إقليمية أو حتى دول المجتمع الأوروبي أو غيره؟ لم ينفذ شيء، ما ينفذ إلا إذا كان اللي صالحه هو، لا يهمه للشعب اليمني ولا يهمه لوطن ولا يهمه إلى أن يصير البلد إلى الهاوية، لا يهمه ذلك. ما يهمه هو مصلحته الذاتية ومشروعه الخاص الذي أتى به من العمائم السوداء من إيران. الحوثي لا دين له ولا ذمة، لا عهد له ولا ذمة، لا يمكن أن ينفذ شيء. وبتواطؤ، للأسف تواطؤ الأمم المتحدة، هي تعرف ذلك، وأنها الهدنة تعرف أنها استراحة محارب للحوثي. لماذا عندما الحوثي يكون في الرمق الأخير تأتي قلق الأمم المتحدة، ويأتي المجتمع الأوروبي، وتأتي المبعوث الأمريكي وغيرهم، ونرى المشاورات وإلى عمان وغيره، المشاورات الجارية، والقلق يبدو على الأمم المتحدة. لماذا قبل عام عندما أراد اجتياح مأرب وبكل قوته وعد هذا الإعداد القوي لم نسمع الأمم المتحدة؟ وعندما بدأ بالانهيار وبدأ صفوفه تضعف وبدأ يريد استراحة،
قالوا هدنة، والهدنة كلها تخدم نتيجة الظروف الدولية والحروب والأزمة الدولية وحرب أوكرانيا وروسيا، والكل يعرف ذلك. أعطوا له هدنة فرصة لكي استراحة محارب، وسنرى فيما بعد. الحوثي لا يمكن له أن ينفذ أي هدنة، لا يمكن له أن ينفذ أي اتفاق، وليس هذا تجني عليه، بس فتشوا في إرشيف الحوثي لا يمكن أن ينفذ أي اتفاق ولا يمكن أن يرضخ لأي هدنة. في ظل هذا الجزئية التي تحدثت عنها، يعني ما هي الخيارات لدى المبعوث الأممي مارتن جريفيث والمجتمع الدولي بشكل عام إذا فشلت كل الجهود التي يقومون بها خلال الفترة الماضية، خصوصا ونحن نسمع مؤخرا بدأت ترشح أنباء أنهم يريدون أن تكون الهدنة مستمرة؟ ما هو خياراتنا نحن في الشرعية؟ أما الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هذا معروف عليهم أنهم سيجتمعوا ويحققوا جولة أخرى من المحادثات والمشاورات وغيره. ما هو واجبنا نحن كيمنيين؟ ما هو واجبنا نحن الحكومة الشرعية؟ نحن أصحاب القضية، نحن أصحاب قضية عادلة. ما هو واجبنا أمام كل هذه المهازل التي يعبث بدماءنا، يعني طيار الهدنة والقروقات التي تجري؟ كم رصد الجيش الوطني وإعلام الجيش الوطني من خروقات تمت، آخرها استهداف طيران درونز إلى موقع البلق في مأرب، كذلك كاتيوشا على أطفال في أحياء في تعز. يعني هذه أبرز ما كانت عليها، وأعتقد شهيدين وسبعة جرحى أطفال في حارات المشكي في تعز، وكثير من الخروقات. فقط هذه يعني عينات ليعرف العالم، والعالم يعرف، العالم يتعامل معنا بمصلحته الذاتية إذا ما يعني صحينا نحن. يعني أنت تعرف، ونعود بالذاكرة، عندما كان المبعوث الأمم المتحدة يأتي إلى الرياض تكون شروطه أقوى، لكن عندما يفاوض الحكومة الشرعية، وهذه كان في عدن، أكيد الشروط تخف. عندما نكون نحن أقوياء ونتابع قضيتنا بذاتنا، ونضع الحوثي والأمم المتحدة في الزاوية، ويكون إعلامنا نحو يعني يخدم قضيتنا في الخروقات وغيرهم، ونرصد كل جرائم الحوثي، وتتحرك وزارة حقوق الإنسان، ويتحرك السفراء في الداخل وفي الخارج، وتتحرك سفارتنا لنشر قضيتنا أمام العالم، ليعرف العالم أننا نواجه ناس منذ يعني يحملون 8 سنوات لم تكن كافية لأن يعرف العالم حقيقة الوضع في بلادنا. العالم يعرف ذلك، العالم يتعامل بمصالح، يتعامل بإنسانية لشعوبه، والإنسانية عندما يتكلموا بها كل لشعوبهم، أما نحن يتعاملوا معنا بمصالح. فإذا ما حقق له مصالح، حتى لو كانت ميليشيا أو كانت حتى مافيا، تحقق مصالح لهذه الدول، هي تتعامل معنا بأجهزات الاستخباراتية وليس بإنسانيتها أو قوانينها أو ديمقراطيتها التي تزعم أنها تعاملنا بها. تعاملنا يا أخي الكريم بأدوات استخباراتية قذرة، فإذا ما لبى لها الحوثي يرفع لها تقارير كل يوم كاذبة عن البيضاء أنها تابعة للقاعدة، وأنه سيحمل وأنه يحارب القاعدة، وأنه وهي ترى مصلحتها كأنها في الحوثي، ومشروع إيران كذلك في الحوثي. فهل نكون نحن أصحاب القضية، نحن الدولة، مع أن الأصل أنها تتعامل مع الدولة الشرعية من مصالح العالم، يتعامل مع الدولة الشرعية الضامن الوحيد للمصالح المشتركة، للطريق البحري الممتد إلى البحر الأحمر الدولي، كذلك عندما تعامل مع دولة، فبالتأكيد سواء كانت محاربة الإرهاب أو كذلك للمصالح السياسية المشتركة الذي بين العالم، وهذا لا يخفي أن العالم صار أصحاب مصالح مشتركة وغيره. فبالتأكيد الكل يعرف ذلك، لكن نحن علينا واجب قوي بعد هذه 8 سنوات، علينا أن نتحرك على كافة الأصعدة، يعني حتى لو كان يعني حتى في الإعلام، وأصغر إعلامي على أن يتحرك سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، في الإعلام، في غيره، للوقوف مع قضيتنا نحن. يكفي أننا دخلنا في متاهات سياسية، يكفي أننا دخلنا في أشياء لم تكن تخدم قضيتنا. أعتقد حان الآن الأوان لنكون نحو ويعني خلف المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي عليه مهمة وطنية كبيرة
كبيرة علي أن يكون عند مستوى الحدث، والشعب يأمل من الجميع، يأمل من الإعلامي، يأمل من الرئاسة، يأمل من الجميع أن يلبوا مطالبه، وهو الأمن والأمام والأمان، وكذلك استخلاص الحوثي أو استرجاع العاصمة صنعاء، ويعني إنهاء هذا السرطان. لكن أما أن نركن على العالم وعلى الجميع، فأعتقد أنه يعني ونحن لم نقم بواجبنا بأكمل وجه. بالأخير أنا أقول لك يا أخي الكريم، والله إذا استطعنا أن نسحق الحوثي، واستطعنا أن يعني نلعب سياسة عسكرية وسياسة على كافة الأطرحة، فبالتأكيد أننا العالم سيرضى لذلك. يعني علي عبد الله صالح عندما في حرب 94 ناشدت الأمم المتحدة، أعطت الأخضر الإبراهيمي وغيره، تقصد بأن يضعوها كأمر واقع كما يتصرف الحوثي تماما. لكن بالعودة إلى الأمم المتحدة، بالعودة إلى الأمم المتحدة والجهود للوصول إلى سلام، البعض يقول أنه تعدد مبعوثو الأمم المتحدة إلى بلادنا، ممكن 4 إلى 5 مبعوثين إلى حدود الآن لأزمة واحدة. ربما البعض يقول أنها ابتلعت الأزمة اليمنية كل جهود المبعوثين الأمميين، وفقدت الدبلوماسية جدواها مع ميليشيات لا تعرف إلا لغة السلاح والسلاح فقط. هنا يأتي السؤال، أصلا هل واقع سلام ممكن في بلادنا؟ يعني هناك مطالبات بهدنة مع هذه الميليشيات، هل هناك أصلا فرصة للسلام مستقبلا، وفرصة أن نصل إلى توافق سياسي مع هذه الميليشيات بعد 8 سنوات من حرب أهلكت الحرث والنسل؟ لا لا لا، السلام مع الحوثي لا يمكن. أنا أقول لك لأن مجموعة عقائدية وتحمل مشروع إيراني، وهذه المجموعات العقائدية صعبة جدا أن تتعامل معها. هي تعتبر أن الحكم لها حق إلهي، وأنها منزهة، وأن سلالية، وأن البقية لابد لها أن يكون عبيد، وهذا تاريخهم. لو كانوا إماميين معنا هم أجدادهم يعني. لكن هذا أتى بمشروع إيراني، وأتى لا يمكن له أن يتعايش مع اليمنيين، غريب يعني، يعتبر كائن غريب في كل المحافظات. المشرفين الحوثيين أو غيرهم معروفين بالعدد فقط لأنهم قوة، فصاروا يعني نشاذ، أعمالهم نشاذ، وأن أفكارهم نشاذ، كل شيء. هؤلاء جسم غريب على جسدنا اليمني، لا يمكن أن يتقبلها اليمني. وأنا أقول لك تأتي غضب شعبي ويلف الجميع، الحوثي قد عاث في الأرض الفساد. أما عن المبعوثين الأمميين الذي طرحته في مقدمة سؤالك، فالكل بذاكرة اليمنيين تعرف ذلك، وابتداء من ولد الشيخ إلى جروندبرغ الأخير، إلى جريفيث، إلى غيره. لم ينجح أي مبعوث أممي في اليمن ما عدا ولد الشيخ الذي عفوا المبعوث الأول الذي كان اليمن قبل الحرب، هو الذي نجح في أن يسلم البلد بطبق عن الذهب إلى الحوثي، وكان مهندس الانقلاب الحقيقي إلى الحوثي. أما غير هؤلاء المبعوثين كلهم فشلوا، هذا فشل في أن يجعل. بالعودة إلى جهود المبعوث الأممي الحالي نبيل، المبعوث الأممي الحالي في إحاطته الأخيرة كان قد أعلن عن بعض النقاط التي ربما تهم المواطنين وقد تكون إيجابية وتنعكس على المواطنين. أعلن خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أنه يعمل على توسيع الهدنة من خلال 4 عناصر تشمل الاتفاق على آلية شفافة وفعالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وأيضا فتح طرق إضافية في محافظة تعز ومحافظة أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وأيضا انتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة. قراءتك لهذه النقاط؟ لا، أنا اطلعت على التقرير، وتقرير جيد وممتاز، وعندما يقرأه الشعب اليمني يتخيل أنه من اليوم الثاني سيصبح اليمن السعيد الذي كان تاريخيا باسم اليمن السعيد. لكن راجع قبل المبادرة الأولى التي قالت فتح مطار صنعاء، وكذلك الجوازات الصادرة من صنعاء يعترف بها، وفتح المطار وغيره، وكم من ضمن البنود فتح المعابر، وكذلك حصار تعز وغيره.
ما نفذ، نفذ الشق الحوثي، فتحت طريق تعز، طريق الحوبان، كذلك البيضاء وغيرهم، لم ينفذ شيء. إلا لماذا ينتقلوا من مبادرة إلى أخرى؟ عندما ينفذوا للحوثي ما يريدوا وينتقلوا إلى الشق الآخر أو إلى مبادرة أخرى لتغطية المبادرة الأولى الذي نفذوا بنود الحوثي. أنا لا أقول يعني من خلال هذه الجزئية، ولو قاطعتك نبيل، يعني يظهر أن الحكومة الشرعية تستمر في تقديم التنازلات تلو التنازلات. ما الذي بقي للحكومة ولم تتقدم بالتنازل عنه؟ لماذا تقوم بتنازلات مستمرة أصلاً؟ هم يقولون نحن دولة وعلينا مسؤولية على الجميع، وهذا الشعب نحن ملتزمين يعني قانونيا ودوليا وأخلاقيا على جميع من هم في الأراضي اليمنية، سواء تحت مناطق سيطرة الحوثي أو في المناطق الشرعية. لكن الشارع العام يقول لماذا تقدمون التنازلات للحوثي تلو التنازلات ويستفيد منها؟ فتحتم مطار صنعاء لتهريب الإيرانيين والدخول والخروج وتجنيس، وكذلك مع أنه لصالح الشعب اليمني فتح المطار للمعاناة الإنسانية وغيره، لكن الحوثي لا يمكن له أن ينفذ شيء لصالح الشعب إلا إذا كان مصلحته هي الأولى. وكذلك الجوازات الصادرة وغيره، تجنيس إيرانيين وخبراء لبنانيين وغيرهم الذين يعملون سواء في المنظمات أو يعملون خبراء الحوثي، يعني المعادلة من شقين. فلذلك يا أخي الكريم، عندما يعني ينفذوا صحيح أن المبادرة الأخيرة وتوحيد البنوك وإعطاء الرواتب لمن لجميع الموظفين، هو بالأخير سيستفيد منه الشعب، يعني الموظفين الغلابة، لكن في ظل حكومة الحوثي لا يمكن له أن يدخر نعم. شيء، لا يمكن له أن ينفذ شيء إلا لصالحه، يعني هذا نبيل للميليشيات نعم. هكذا. أستاذ نبيل الفقيه الناشط الإعلامي، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، نذكر أنه في إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن تحدث عن أنه يعمل على توسيع الهدنة الأممية من خلال 4 عناصر تشمل الاتفاق على آلية شفافة وفعالة لصرف منتظم لرواتب الموظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وأيضا فتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ محافظة الحديدة. سينضم إلي مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد ربه عثمان، مستشار وزارة العدل. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد ربه. يا مرحبا أخي العزيز. نعم، استمعت للجزئية الأخيرة التي تحدثنا فيها عن إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن. هناك عدة نقاط تحدث عنها، ربما يسعى إلى تنفيذها بتوافق ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين. قراءتك لهذه الإحاطة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استمعت نعم، ورأيت رأيك ورأي الأخ نبيل حول ما ذكره المبعوث الأممي، وبأن التقرير جميل، وهو مع الأسف ليس تقرير جميل حقيقة، بل هو تقرير خبيث. إذا نظرنا إلى ما أدعاه حول دعوته إلى فتح منافذ المحافظات المحاصرة أو فتح الطرق، لوجدنا أنه يدعو الشرعية ويدعو الحوثي في نفس الوقت وبنفس اللفظ، وكأن الاثنين هما الذين يعرقلون فتح هذه المنافذ، ولم يتجرأ ولم يقول بأن الحوثي هو الذي معرقل لهذه البنود المهمة والهامة والتي تخص الشعب اليمني قبل أن تخص الموضوع السياسي للقضية اليمنية. أيضا لم نجده يقولها بصراحة بأن الحوثي هو مع الأسف من يتماطل ويتأخر عن معالجة هذه نقطة مهمة ومستغربة، يعني وليست جديدة أيضا، يعني تاريخيا سواء هذا المبعوث أو سابقيه، يعني لم نراهم يشيرون ولو حتى ضمنيا إلى أن الميليشيات الحوثية متعنتة وتتعامل بصلف مع الالتزامات الدولية التي مناط بها، لكن يقال أنه المجتمع الدولي ممثلا بالمبعوث الأممي يحاول الضغط وممارسة الضغط على من يستجيب للضغط، وهو بطبيعة الحال الحكومة الشرعية. بالضبط، وهو يحترم الجهة القوية ولا يحترم الجهة الضعيفة دائما، ونحن نقول ذلك، ونحن
تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا وقلنا يجب على الممثلين للشرعية في تلك المفاوضات وفي تلك اللقاءات أن يكون صوتهم صوت الصقور وليس صوت الحمام. الحوثي لا يعترف إلا بلغة القوة، وأيضا الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالجهة القوية، وهذا كما ذكرت أخي العزيز أنه ديدنهم منذ الوهلة الأولى لهذه المشكلة، وسيستمرون على ذلك ما دام الحكومة الشرعية تتجاوز تلك الألفاظ الدقيقة التي يختارها أولئك المبعوثين، ثم يغيروا وجهة نظر أعضاء مجلس الأمن الدولي ويعتبرون أن المشكلة هي مشكلة الجميع، وبأن المعرقلين هم الجميع، وبأن الحوثي ما هو إلا مجرد شريك في هذه العرقلات وفي هذه المصائب التي تنهال على شعبنا اليمني. حقيقة أخي العزيز، إذا نظرنا إلى ما يقوم به الحوثي هذه الأيام، وإلى ما قام فيه سابقا، وإلى ما تقوم به الشرعية مع الأسف الشديد، وإلى ما يقوم به المبعوث الأممي وكذلك من وراء الأمم المتحدة، لوجدنا العجب العجاب. يعني الهدن هذه أخي العزيز التي الآن انتهت 5 أشهر منها، ويعملوا في هدن مستدامة أخرى إذا نظرنا إليها من النظرة القانونية ومن النظرة الواقعية وبدون تحيز وبدون تطرف. الحقيقة أنها كان هناك عدة مطالب يجب على الحوثي أن يقوم بها، وكانت هناك عدة أيضا مطالب كان على حكومة الشرعية أن تقوم بها، وكذلك على المبعوث الأممي أن يقوم بها. مثلا كان على الحوثي أن يدفع الرواتب للموظفين الذين تحت سيطرة حكمه، أكثر من 130 مليار ريال دخلت في خلال شهرين من فتح ميناء الحديدة، لم يقم بدفع راتب شخص واحد، ومع الأسف الشديد هناك سكوت مريب من قبل الشرعية أو من قبل المبعوث الأممي، وكأن الحوثي لم يعمل شيئا، وهو جانب مهم جدا جدا في هذه الهدنة. أيضا فتح المنافذ المغلقة، لم يقم الحوثي بفتح أي منفذ هام خلال هذه الفترة خلال 5 أشهر. أيضا وقف العمليات العسكرية، كانت هناك دائما ثغرات، وكان هناك القنص المستمر، وكانت هناك التحركات والتحشيد والتجهيز من قبل الحوثي، لم يتم التزامها الكامل بوقف العمليات العسكرية. أيضا كان هناك من باب حسن النية على الحوثي أن يسمح بمعالجة موضوع سفينة صافر. أيضا كان يجب عليه أن يقوم بإطلاق سراح الأسرى، وخاصة وهم أغلبهم مواطنين مسالمين لم يكن له الحق في اليوم الأول حتى من اعتقالهم. ماذا كان أيضا مطلوب من الحكومة الشرعية حقيقة في هذه الهدنة؟ كان يجب عليها بالأخص أنها قد أتت متزامنة مع إعلان المجلس الرئاسي، وكان الهدف من إعلان المجلس وكان أيضا الذي تكلم به الجميع أن الموضوع الأول هو موضوع التئام اللحمة وتوحيد الأفكار والجهود وتوحيد تلك القوات المتناثرة في الساحل الغربي وفي بقية المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. لكن الذي رأيناه في حقيقة هو عكس ذلك تماما. الحكومة الشرعية بدل أن تأتي بالقوات الأخرى التي في الساحل والتي في غير الساحل وتدمجها في وزارتي الداخلية والأمن، رأينا غير ذلك، رأينا عكس ذلك، رأينا هناك ربما من يطالب بدمج هذه القوات الشرعية في صفوف تلك الجماعات، وهذا خطأ كبير ويشكل خطورة كبيرة على حكومة الشرعية آنيا ومستقبلا. رأينا قرارات لم يحترمها حتى المجلس الرئاسي نفسه والذي أصدرها. ربما نتحدث عن هذه الجزئيات في حلقات أخرى، لكن دعنا نعود عن الحديث عن جزئية الهدنة الأممية. إذا ما استشرفنا المستقبل أخي الكريم، وهو هذا السؤال هو السؤال المحوري للمواطن الذي شاهدنا الآن، توقعاتك إلى أين نحن ذاهبون في ظل المعطيات الحالية، في ظل الضغوط الأممية، في ظل أيضا يعني الحوثي يقوم بالحشد بشكل كبير خلال فترة هذه الهدنة، هل من الممكن أن نعود إلى مربع الحرب من جديد، وكيف ستكون المعطيات، هل ستختلف المعطيات على الأرض عما كانت عليه سابقا، خصوصا في ظل تواجد مجلس رئاسي، والمجلس الرئاسي هذا يشمل عدة قوى في إطار المجلس الرئاسي لها تأثير على الميدان؟ ما ذكرت لم يكن مصادفة، ولكن أيضا في موضوع بند الهدنة أيضا، لأنه كان الهدف من الهدنة من الجانب الشرعي، من جانب حكومتنا الشرعية، هو الاستعداد
للمعركة وحل ما هو محل خلاف بين الأطراف الشرعية. عموما أخي العزيز، الذي يحصل الآن لا يبشر بخير في هدنة مستدامة سليمة وواقعية، لأن الذي يحدث الآن هو الحوثي يزداد قوة، والحوثي يزداد سماحة له لأن يتقوى بالأسلحة المهربة وبغير المهربة. اليوم أصبح الطيران يذهب ويأتي بالخبراء، وأصبح يذهب ويأتي بالقيادات الحوثية، ومع الأسف الشديد هو ازداد قوة من هذه الهدنة، بينما الشرعية بدل أن تزداد هي قوة حقيقية، مع الأسف تشرذمت أكثر. عموما الذي نقدر أن نحكم عليه أنه حتى إذا كانت هناك توقيع من الطرفين من الشرعية ومن الحوثي على هدنة مستدامة، هذا الكلام يناقض الواقع تماما. الواقع يقول أن الحوثي لا يمكن، ما الذي يطلبونه بعد الهدنة المستدامة؟ يطلبون مشاورات يمنية سلمية لأجل أن يوصلوا إلى حل. الحقيقة أن الحوثي لا يؤمن بالمفاوضات ولا يؤمن بالسلم. الحقيقة أن الحوثي يريد أن يسيطر على اليمن برمته، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. لن يكتفي الحوثي بما هو عليه الآن، هو الآن يرى نفسه في موضع القوي، والهدنة قد سمحت له ليزداد قوة، وسيواصل لن يرفض حقيقة، وإن كان هناك أحيانا يتعنت ويظهر أنه غير موافق على هذه الهدنة، لكنه سيوقعها حقيقة لأنها تخدمه ولأنها لا تخدم الجانب الشرعي. ولذلك الحوثي لأنه لا يؤمن بالسلام لا يمكن أن تستمر هذه الهدنة التي يسعون إليها والمسمى بالمستدامة، لأنه في الأخير هناك يجب أن يكون هناك مفاوضات سلمية على ما يقولون بعد هذه الهدنة المستدامة. ما الذي يريد الحوثي؟ يريد أن يحكم. الحوثي لن يتنازل عن حكم صنعاء ولا عن حكم اليمن إلا بقوة عسكرية ترجعه إلى جرف مران. غير ذلك الحوثي لن يكون له أي موافقة أخرى على أن يتنازل عن حكم أو حتى أن يكون شريكا في الحكم، ونحن نعرف هذا، والسنين تجارب السنين علمتنا ذلك. نحن نعلم ذلك منذ 30 عام، منذ أن قامت هذه الجماعة الإرهابية، ونعرف عقيدتها ونعرف ماذا تهدف إليه، ولكن الجميع كان يرى أن لديها مظلومية، وفي الحقيقة ما ساعدهم على أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. لكن اليوم أيضا لمن يريد أن يكرر هذا الخطأ الاستراتيجي الهام ويرى أن الحوثي يمكن أن تكون معه هناك هدن، ويجب أن يكون هناك معه حوار سلمي، وأننا سنصل إلى حل، هذه هي الإبر التي تخدر بعض العقول، لكنها لا تخدر، لأن الشعب اليمني أصبح واعيا لهذا الموضوع، وأصبح يدري ما هي حقيقة الحوثي، وأصبح يعلم أن القوة العسكرية والتحرير العسكري هو الحل الوحيد وليس الحل الأنسب. الخيارات الواقعية حاليا بالنسبة للحكومة الشرعية، كيف يمكن أن تكون هذه الخيارات؟ أولا يجب أن يكون المجلس الرئاسي يقوم بأعماله على أكمل وجه، وعلى أن يقوي الجانب الشرعي، وعلى أن لا يكون هناك تمييز ناحية جهة ما أو ناحية أفراد ما، ويجب أن يكون عند مستوى المسؤولية، وأن يحرك الجبهات العسكرية إلى الجهات التي يراها لتحرير اليمن من هذه الجماعة الإيرانية الحوثية. لكن في حالة أن نجد أن هناك من القوات العسكرية ما ترفض قراره في سبيل تحرير اليمن من الحوثي، نعتبرها جماعة خارجة ومارجة عن الدولة، أيا كان جهتها وأيا كان لونها. لكن أن تأتي وبدل أن يكون جهدك للجبهات في الحوثي وتأتي إلى جبهات داخلية وتشعل جبهات داخلية، هذا الموضوع أنا أعتبره خسارة كبيرة، وأعتبره كمن يطعن نفسه وكمن يخسر بيده. شكرا عبد رب أحمد عثمان، مستشار وزارة العدل، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لهذا الأسبوع من بعد الحدث، والتي ناقشنا فيها الهدنة الأممية، وأيضا إحاطة المبعوث الأممي هانز كرونبرغ في مجلس الأمن الأخيرة. إلى اللقاء، ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله.